السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. بعد ما مدرب تشيلسي توتو توماس توخيل تجاهل حكيم زياش مباراه الليله في دوري ابطال اوروبا اللي كانت في بورتو، السوشيال ميديا كامله كتهز وكتنتفض للساحر ديالنا حكيم زياش، وكلشي مستغرب من هذا القرار اللي هو الاقصاء ديالو ضد بورتو بحيث ما كانش في التشكيله الاساسيه وما دخلش حتى احتياطي. وايضا كلشي مستغرب من المعامله اللي كيتلقاها زياش من توماس توخيل. ودابا غادي نوريكم ردود الافعال غاضبة ديال الجماهير، ونبداو على بركة الله. وعندنا أول ردة فعل: مدرب تشيلسي توماس توخيل لم يعتمد على حكيم زياش في مباراة الليلة أمام بورتو. يعني ما قالش لم يعتمد على جيرو أو لاعب آخر، يعني قال لم يعتمد على حكيم زياش. لماذا بالضبط حكيم زياش؟ لأنه ببساطة لاعب مؤثر، يعني كلشي مستغرب ما كانش في التشكيلة الأساسية. أما ردة الفعل الثانية: حكيم زياش يبدأ احتياطي في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بورتو وتشيلسي، يعني كل شيء مستغرب من قرار توماس توخيل. اما ردة الفعل الثالثة: رؤوف خليف اين حكيم زياش؟ واللي تفرج في الماتش عارف بان رؤوف خليف قال بالحرف الواحد: انا ما غاديش نبقى نعاود كل نهار الهضرة، حكيم زياش فنيا احسن من كاي هافرز وتيمو فيرنر، وقال بالحرف الواحد: يا عباد الله انا ما بقيتش فاهم والو، توماس توخيل كيلعب غير اللاعبين الالمان. واللي باغي يتاكد من الكلام ديالي ارجع للتعليق ديالو في المباراة اللي كانت بين تشيلسي بورتو في دوري ابطال اوروبا. اما ردة الفعل المواليه: تشيلسي لن يمر من مدريد، وذلك ما اتمناه لتتم اقاله توخيل العنصري الكاره لحكيم زياش، ويعرف حجمه الحقيقي، مدرب متغطرس وبورتو فريق ضعيف، وسدد عليهم 8 تسديدات في حين تشيلسي سجل هدف من تسديده يتيمه. يعني كما تعرفوا بان المباراه سالت بجوج، ولكن هالتغريده كانت ما بين الشوطين. اما التغريده المواليه: حكيم زياش اخرج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا، لا يلعب اليوم ضد بورتو، توخيل اكبر مدرب عنصري شفته في حياتي، حكيم زياش على الدكه اليوم ضد بورتو. يعني الصراحه كلشي متفاجئ بعدم وجود حكيم زياش في التشكيل الاساسي. اما رده الفعل الثانيه: حكيم زياش على مقاعد البدلاء في مواجهه بورتو. اما رده الفعل الاخيره عندنا هي: حكيم زياش خارج تشكيله تشيلسي، فليذهب توخيل العنصري الى الجحيم. مزيان تفرجوا في بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، غادي تكون مباراه للتاريخ ان شاء الله. إذا خوتي، كانوا هادو غير بعض ردود الأفعال الغاضبة ديال الجماهير على العنصرية اللي كيتلقاها حكيم زياش من توماس توخيل. وفي الأخير قولوا لي حتى نتوما ردود الأفعال ديالكم على الإقصاء والمعاملة الغير الإحترافية مع اللاعب ديالنا زياش من طرف ذاك العنصري الفاشل الذي لا يفقه شيء في كرة القدم. كيف العادة نسأل الآراء ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم إسلام. خليكم في أمان الله، وشكرا لكم ومع السلامة.